في الحقيقة جميع الأحزاب السياسية بدون استثناء أحزاب لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب المغربي، ودائما وأبدا كنسمعوا برامج كتهم الشباب، كتهم البطالة، كتهم إصلاح المجتمع من حيث جميع النواحي، ولكن في نهاية المطاف كنلقى ملي كنجيو للواقع كنلقاو كيطلعوا تما كينعسوا كينينيو وكيتيتيو. في الحقيقة ما كاينش شي حزب اللي كيجلب وكي عنده برنامج طموح وفعلا غادي يخدم المصلحة العامة. لحد الآن ما كاينش أحزاب عنده مداكاكين كيخرجوا من انتخابات. ما كاينش بعد امون نافي ما غاديش نصوت. انا الصراحه مواطن فلسطيني بدرس في سلك الدكتوراه في المملكه المغربيه. طبعا بخصوص الانتخابات البرلمانيه في المملكه المغربيه، انا كمواطن فلسطيني بتمنى كل التوفيق للمغرب في العمليه الديمقراطيه، والشعب المغربي شعب دائما واعي ودائما يقف عند قضاياه الوطنية ويقف مع كل القضايا القومية والقضايا العربية والعالمية. نلمس منه دائما كما هو معتاد الخير، ونتمنى له التوفيق، وندعو للبلاد ولملكها ولشعبها دائما في التوفيق والخير الدائم إن شاء الله. واش غنصوت؟ واش غتصوت؟ بطبيعة الحال غنصوت. إيوا هذه فرصة باش تصوت على الشخص اللي ما كانش في المستوى، هذه من جهة، لأن العقاب التصويت وفرصة للمواطن ليعبر عن مواطنته كحق لكي ينتمي المواطن إلى دائرة المواطنة، يجب أن يمارس حقوقها، ومن بين هذه الحقوق الحقوق السياسية، وآلية هذه الحقوق السياسية هو التصويت. إذن لأنتمي إلى الدولة المواطنة والمعولمة بحقوق الإنسان لابد أن أعبر عن صوتي في هذا، بصرف النظر عن هل الذي تقدم في المستوى أم لم يتقدم في المستوى، هل تتشكل لدي قناعة بالشخص أم لا، هذه مسألة أخرى، ولكن التعبير عن الصوت إما إيجابا أو سلبا هذه تقنية لا بد أن أمارسها أو آلية ديمقراطية لا بد من ممارستها. طبيعة الحال أكيد الدنيا تفاؤل والديمقراطية هي الحل السلمي للأشياء، لا بد من التعبير عن الصوت بشكل إرادي وحر ونزيه إلى حد ما من أجل تكريس ديمقراطية تمثيلية حقيقية. لا خويا ما بقاش الثقة لا في حتى شي حزب ما بقات عندنا فيه الثقة. كنا مع الاتحاد الاشتراكي درنا الثقة في العدالة والتنمية رغم أنه حزب إسلامي، وما عطاناش ذاك الوعود اللي كان وعدنا بها، هذا هو اللي جعل النفور أكثر عندنا في المغرب. لا دابا أعطيني أنت شي حزب بديل لا عنده مستوى عالي أنا معاك فيه. ما كاينش الحزب اللي عنده مستوى ثقافي عالي، دابا الاحزاب ولات احزاب كوكوت مينوت تنقول نسميوها بها الدارجه، احزاب ما بقاش احزاب سياسيه اللي كتهمها مصالح الشعب ولات مصالح شخصيه. اعطيني نعطيك، وبالاخص ملي ولات حكومه التناوب، يعني البزوله لما جات كاد العام غتجيك العام الجاي، هذه دارت واحد نوفور على الاحزاب باش هربت من المواطن. عطيني شي حزب قام بالمهام ديالو في هذه المده ديال 5 سنين اللي دازت، ابواب ديالو كانت مفتوحه مع المواطن، ودار انشطه ودار ملتقيات. ما كاينش شي حزب على الصعيد العالمي وبالاخص عندنا هنا في المغرب، ما كاينش شي حزب دار الصيت ديالو، كلشي سدوا اغلق الابواب. علاش؟ لان البزوله تعطاتهم القضيه ديال حكومه التناوب، اليوم عندك غدا عند هذا غدا عند هذا غدا عند هذا.